هلا بننتقل على تنظيم المدينة الرومانة. عم نشوف هون مدينة هيركولانيوم. هيركولانيوم يا جماعة مدينة وقت اللي ثار بركان فيزوفيوس اللي حد بومباي دمل، يعني غطى بومباي وهيركولانيوم. هيركولانيوم مدينة صغيرة ما كتير كبيرة، بس حد بومباي للأسف يعني تغطت كلها بالرماد وكانت مأساة كبيرة. ولكن من محاسن الصدف انه نحن نتيجة انه هول المدينتين تغطوا بالرماد ضلن حوالي 2000 سنة او 1800 سنة، قدرنا نعرف من خلالهم البيوت الرومانية كيف كانت. لو ما هالمدينتين يتغطوا برماد البركان ما كنا قدرنا نعرف التقسيم الداخلي والتوزيع المذهل والجميل والرائع بالمدن الرومانية. بنلاحظ انه كيف المدن، مدينة هيركولونيوم هي تعبير واضح عن باقي المدن الرومانية، كيف كانت مقسمة لجريد كمان وبقلبها في بيوت اللي عم نشوفهم هلا هول البيوت الكبيرة. عم نشوف هون ريزيدنشال كوارتر بالمدينة هيدي، معمل له ريكونستراكشن يعني معمل له 3D، يعني شوف كيف طريقة التوزيع بقلبها. كانت مدن جدا جدا حلوة ومنظمة وفيها رفاهية مطلقة. لنفوت شوي على شكل البيت الروماني اللي هو بيت دوموس هاوس. نحن عم نشتغل هلا على دوموس هاوس. طبعا كمان عند الرومان في كان اكثر من نمط بيوت، بس الدوموس هاوس اللي هو كمان بيقولوا له بيت الاتريوم، اتريوم هاوس. هلا شو الاتريوم؟ الاتريوم هو جزء من البيت، بس ما نعرف عنه انه بيت الاتريوم. يعني كتار ما بيسمعوا بكلمة دوموس هاوس، بس هو الاسم الرسمي دوموس هاوس. طيب هالدوموس هاوس مؤلف من بلان، طبعا بيختلف من بيت وبيت. يعني لاحظوا هلا نحن عن بانسا هاوس اللي على عمالة الشمال، على اليمين هو بيت مختلف مش هو ذاته، بس نفس المفهوم نفس العملية اللي فيه. كل البيوت كانت تتألف من عدة أقسام هلا بنحكي عنها. فإذا البيت كان كازا دي بانسا بومباي، على طول مؤلف من محور أساسي، أكس أساسي بالبيوت كلها. شوفوا رجعوا تذكروا شوي البانسيون، المعابد المصرية القديمة، كل هالبيوت والمعابد كلها كانت فيها أكس واحد، في أكس أساسي. ليش؟ بتعبر عن توازن، عن الاتزان، عن البالانس. ما كان في شيء اعتباطي يفوت من لجوا الواحد ويخبص ساعة فات على كوريدور لابي على، يعني كان في، لا كان في توازن واتزان نفسي لما الواحد يفوت لجوا. عم نشوف هلا هذا الاكس الاساسي بيوزعنا على اكسس تانيين، يعني لما نفوت لجوا في اكسس على اكثر من منطقة. شو هن هول المناطق؟ اول شيء بنفوت من مدخل صغير اللي هو تعلم بالاصفر. هيدا المدخل كتير كان صغير مقارنة مع البيت. شو كانت مهمته؟ كانت مهمته انه يفوت الواحد من هالفضاء الانر سبيس الصغير، سمول سبيس، لحتى يشعر شوي بالضيق. بيرجع لما يفوت بيطلع على سبيس تانية، بيطلع على سبيس تانية هيدي اللي اسمها الاتريوم. هيدا الاتريوم. هلا بشوف شو قصته الاتريوم. الاتريوم هو مساحة تانية، فضاء تاني اعلى من الفضاءات التانية اللي حواليه. شو السبب؟ اول شيء هذا كان محور حياة العائلة، يعني يقعدوا فيه العائلة كلها وياخدوا يعملوا انشطتهم، وكان مفتوح من فوق، يعني له فتحة بالسقف، فتحة صغيرة مش على كله سوا. ملاحظين انتم بالسكشن اللي فوق اللي تعلم اخضر في فتحة صغيرة اللي هو كان يفوت إضاءة وشتاء على قلبه، لأنه كان تحته في مثل حوض مي صغير يضل في مي على طول ليرطب الجو. فإذا منفوت من فضاء صغير بنرجع سبيس أكبر اللي هو الأتريوم، نرجع منفوت على تابلينيوم اللي هي مساحة هي الحمراء، هيدي مساحة كان يقعد فيها رب الأسرة ويقعدوا فيها، يعني كان مكتب لإله كأنه غرفة مكتب أبو ضيوف. بنرجع منفوت بعدين بالأزرق على شو؟ على البيريستايل. البيريستايل اللي هي الكورتيارد، يعني كان في الحديقة البيريستايل لأنه كله أعمدة صف داير من دار. طبعا على طول بالبيوت الرومانية بنشوف هالأكس اللي بالنص، مدخل أتريوم تابلينيوم، وبيرجع منفوت على البيريستايل على طول بالنص، وحواليه هون الغرف المحيطة فيها الكوبيكوليوم والكلينيكا وكل هاي الغرف التانية اللي هي المخازن والمطبخ وهالأمور كلها. بمعظم البيوت كان في
باك يارد يعني حديقة خلفية كمان.